شوف شوف هو جاي هو جمع برافو جيب جيب كده اخوي طيب بسم الله الرحمن الرحيم. كما كنشوفوا اليوم كما كنتواجدوا بهذا الحماس وبهذا الإرادة وبهذا الحب الوطن، على أعتقد أننا كلنا متفقين على أن الوطن ديالنا كبير في القلوب ديالنا. اليوم عشنا حدث مهم جدا، عشنا واحد التمرين جديد، عشنا واحد الاختبار جديد، اختبار الوطنية، ولكن خرجنا منتصرين، منتصرين بالوطن، منتصرين بتمسك أبناء هذا الوطن بوطنهم، ولا يسمحون بأي شيء تمس هذا الوطن الحبيب والعزيز. كما كتعرفوا اليوم فريق النهضة البركانية اللي احنا الآن متواجدين باش نستقبلوه استقبال الأبطال والشجعان، قام بواحد العمل كبير، قام بواحد العمل اللي كيبين على أننا نحن اي تصرف كنديروه سواء في المجال الرياضي ولا الفني ولا الثقافي ولا العلمي الا ونستحضروا فيه الثوابت ديال الامه. اذا ما وقع اليوم في اتحاد العاصمه هو امر عادي جدا. نحن نفتخر بوطننا العزيز، افتخرنا بالخريطه ديالنا. اذا اين هو المشكل؟ وشنو هو المشكل اللي حرج الطرف الاخر؟ لا شيء، فقط ان المغرب يسير بخطى ثابتة على مستوى الإنماء الاقتصادي والاجتماعي. المغرب يسير في واحد الاتجاه صحيح بشبابه وبأبنائه، كل واحد في المستوى ديالو. فهذا الأمر ربما أحرج الآخرين وتصرفوا معنا هذا التصرف الغير لائق، ولكن ما قام به فريقنا التبركان اليوم وما نقوم به نحن كذلك اليوم هنا ونحن في هذه الساعة، الساعات الأخيرة من هذا اليوم نستقبل الأبطال والشجعان بالمطار، إن دل على شيء وإنما يدل على أن المغرب جسم واحد. المغرب والمغاربة بشبابه وبشاباته وبإبنائه وبرجاله يحبون وطنهم، ولا يستطيع أي أحد كيفما كان نوعه كيفما كان موقعه أن يهز من هذا الحب، من هذا الانتماء العميق، الانتماء المتجدر لوطننا بجميع ثوابته الدستورية، بجميع ثوابته التي ينص عليها القانون وينص عليها الوطن. إذن هنيئا لنا جميعا على هذا التمرين الجديد، هنيئا لهذا الوطن، هنيئا لفريقنا التبركان، مسيريه، لاعبيه، طاقم التقني، رئيسه، هنيئا للجامعة الملك المغربي لكرة القدم، هنيئا لجميع الفرق الوطنية التي لم تتردد اللحظة منذ صباح هذا اليوم، والبلاغات كلها في اتجاه التضامن اللامشروط مع فريق نادي التبركان ومع الوطن بطبيعة الحال، لأن الأمر يمس الوطن. عندما نتعلق أو يتعلق الأمر بالخريطة فإننا نتكلم على واحد الحاجة تدخل في إطار ثوابت الأمة. إذن يحيى المغرب، يحيى شبابه وأبناؤه ورجالاته وبناته، ونحن نبقى دائما مجندين وراء ثوابت الأمة لنسير في اتجاه صحيح إن شاء الله. وشكرا لكم. رحيم حسيني حسن، منسق مخيطين فريق نهضة بركان كرة القدم. كما يعلم الجميع نحن في انتظار وصول بعثة الفريق التي كانت في الجزائر، ومن هذه المناسبة أود أن أقدم التحية والشكر والتهنئة لكل الشعب المغربي، لأن فريق نهضة بركان اليوم لم يمثل فقط فريق المدينة بل مثل المغرب قاطبة من شماله إلى جنوبه. وأكد اليوم فريق نهضة بركان بالله راه ليس هو فقط نادي ديال كرة القدم، وإنما هو مؤسسة في الدفاع عن ثوابت الأمة وثوابت ديال هذه البلاد، بالخصوص القضية ديال الصحراء اللي كنا حاسمين فيها منذ البداية أن الفريق كيدافع كيلعب رياضيا وممتو كيدافع سياسيا على المكتسبات ديال البلاد. مع الاسف حنا مشينا نلعبوا مقابل ديال كره القدم، ولكن تلاقينا مع واحد النظام اللي كيستغل الرياضه من اجل تبرير رسائل سياسيه، وكنبغي يستغل هذه المناسبه باش يقضي ويضرب في التوابيت تاع البلاد. ولكن مع الاسف تلقى مع فريق عنده واحد الرئيس اللي محنك
وكان ينتظر هاد الفعل الخبيث ديالهم وسطع باش يواجههم. وحنا نعرفوا هاد السلطات الجزائريه هذه ماشي اول مره اللي كيديروا هاد الاعمال، سبق لهم تكرفصوا على واحد المجموعه ديال الانديه، وفي التعامل ديالهم مع الفرق المغربيه دائما كيستعملوا هذاك الخبث وكيحاولوا يستفزوا ويصرفوا السياسات العدائيه. ولكن الحمد لله الفريق ديالنا بقى صامت وبقى واقف واسلك. النادين القميص هذا كان والف يلعب هذاك القميص هذا كما هو معروف. هذا القميص ديالنا فرقنا تبركان عنده جوج الاقمصه، واحد القميص بدون خريطه كيلعب فيه في البطوله، وعنده واحد القميص كيلعب في افريقيا كيحمل الهويه يحمل الرايه نتاع المغرب اللي هي عباره عن عن عن, عن اللون تاع الرايه. وسبق له لعب في واحد المجموعه ديال الدول الافريقيه معروفه بالعداء ديالها للوحده الوطنيه وما تلقى حتى شي مشكل. وحنا قبل ما نعتمدوا على هذا القميص كان الفريق منذ بدايه السنه راس الكاف وخبرهم باللي غادي يلعب بهذا اللون، وعنده جوج ديال الاقمصه وما كان حتى شي مشكل. وحنا اختارينا هذا ماشي باش نستفزوا الجزائر كيفاش كيكونوا، وحنا ما كناش كاع نتوقعوا بلي غادي يلعبوا مع الجزائر، وكنا نتمنوا ما نلعبوش كاع مع الفرق ديال شمال افريقيا، لان دائما كان عندنا مشكل في 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 في, في الانديه ديال شمال افريقيا. ورغم ذلك مشينا بحسن نيه وكنا ننتظروا منهم هذه الهجمه، مشينا هذا الاساس. ولكن الحمد لله الفريق اليوم انتصر رياضيا وانتصر سياسيا، وحنايا اللي كتهمنا قبل الامور الرياضيه كتهمنا المصلحه نتاع البلاد والسمعه نتاع البلاد والكرامه نتاع البلاد. والحمد لله اول مره كنشوف نادي كينتصر على دوله كتحسب راسها قوه ضاربه، ولقينا لها درس وبينا بلا المغاربه في القضيه ديال التوابيت ما كان لا تنازل على المسائل. وشكرا.